الور السلام عليكم، مرحبا بكم على قناه مونا تاعك على الفيسبوك وكذا اليوتيوب في نوفل فيديو. والفيديو تاع اليوم يتعلق ب كيما وعدتكم الرفض لو ريفي. الور لو ريفي تاع الفيزا اسكو حاجه مليحه والا حاجه مش مليحه؟ على بالك ان الناس الورقه هذه يكرهوها ما يشموش فيها، او كونترير يحبوا حاجه اسمها فيزا. دونك لازم تعلموا باللي الرفض ماهوش حاجه يعني تعتبر باللي راكم تحركتوا عند القنصليه. ان ريفي سي كوا؟ اون ديلي جاني انسان يطبطب، انا عندي حق ندخلو لداري وعندي حق تاني نقول له ما تدخلش لداري. دونك هكذاك لو ريفو. لو ريفو اللي يقول لكم راكم باللي راكم تحرقتوا كي ديتوا ان ريفو باللي سي بون ما عادش يمدوا لكم، راهم يكذبوا بكم. عدوا عليا بلان دو كا، راني 10 سنين خدمه في الدومين تاع التوريزم، عدوا عليا مئات الالاف من الناس داو ريفو باردون داو ريفو، ومن ورا الريفو زاد داو ريفو، ومن ورا الريفو الاخر زاد داو ريفو اخر. دونك واش معناها؟ معناها من وراها واحد اخر اونكور زاد داو ريفو، ومن بعد هيك كي يأسوا خلاص داو فيزا. كاين ناس عندهم دي فيزا سيركيلاسيون عام وعامين وثلاثه وخمسه ومن وراها داو ان ريفو. عندي دي كليون كيف كيف كان عنده فيزا تاع 3 موا ولا 6 موا قلبوها له تاع 15 جور عادي جدا. دونك حطوا في بالكم باللي الناس المفشلين هذوكم اللي قاعدين يفشلوا فيكم ويقولوا لكم باللي الغفو حاجه غراف، حاجه تحرقت عند القنصليه، نقول لكم انا مرتك باللي ما تكزيستيش الورقه هذه، يقصدوا بها باللي الطلب تاعكم راه مرفوض مبدئيا فقط، عندك الحق انك تعاود. واحد البريود تي ار اس كونتاكت ما كانوش يطلعوا دواسه، هذه معلومه ما نجمش نقول لكم باللي مؤكده لاني ما عنديش مصادري الموثوقه، تسمى ما نقدرش نجزم ونحكم عليها. لكن الريفو راه حاجه طبيعيه جدا، حاجه ما تخوفوش منها، حاجه ما تخوف ما والو، عندك ريفو عاود ادفع. بالنسبه لقوانين الرفض، الرفض مع اسبانيا لازم عليك تستنى 90 يوم باش تقدر تعاود دير دوموند فيزا جديده بور لاسبان. بالنسبه لانجلتر لازم تستنى اون اني. بالنسبه لاميريك تقدر تعاود في اي وقت، لكن سو كونديسيون. وش هي الكونديسيون؟ لازم تتغير حاله في الطلب تاعك، يا اما هدف الطلب والى هدف الزياره، سيتياسيون فاميليال تاعك، المهنه تاعك، الصالير تاعك، هادو الصوالح كاع كي تبدل حاجه منهم تقدر تعاود تدفع لاميريك. بالنسبه لافرونس كي تدي ان ريفو جينيرالمون تقدر تعاود ابخي 33 جور، بعد 33 يوم. So my friends who loves English, okay, I will speak to you in English right now because refusal of the visa application it's nothing, it's really fucking nothing. So sorry for the word. Sorry for the word. No, it's nothing. Donc, أي إنسان يدير ريفو ما تتشوكا، ما تخلع، ما والو، راه حاجة عادية جدا. أو كونتخيغ، عطاوك ريفو، أقرا ريفو، فيريفي الدوسي تاعك، بالك عملتي غلطة بلا ما فقت مع روحك، بالك درتي حاجة تافهة اللي خلاتك تدير ريفو، والقنصلية جينيرالمون وقتها تمدلك الريفو، كي ما تقدرش تثبت باللي أنت إنسان راح ترجع لبلادك، معناها أنت إنسان يعتبر أن بوتنسيال حراق، هذا هو لو ريفو. بالنسبه للناس اللي يديو ان ريفو نقول لكم باللي توجور عندكم حق في الطعن. الناس بزاف راح يقولوا لي حق الطعن هذا يا مراد ما راح يجي فايده، عندي بزاف دي كليون درنا لهم لي غوكور، عندي بزاف لي كليون ما رجعوا لهمش كي داروا غوكور، لانه جينيرالمون كي ما يرجعوا لكش معناها القنصليه ما راهيش غلطه، ما همش غلطين كي عطاوكم ان ريفو. لكن عندي تاني بزاف ناس درنا لهم لي غوكور ورجعوا لهم وعطاوهم لي فيزا تاعهم في 48 ساعه. هنا تحيروا انتم تقولوا كيف معرفه ما معرفه، ماهيش كيستيون معرفه، كيستيون تاع حق. وديما نرجع نقول لكم حاجه اسمها ليغاليتي، المساواة، عندك حق في الطعن اطعن، اي حاجة عندك حق فيها بروفيتي من الحق تاعك هذاك باسكو سي غراتوي، ماهيش حاجة تحط فيها صورتك وتحط فيها دمك وتحط فيها تعبك كبير يعني، هذه هي الحكاية. الوغ كي العادة كان معكم مراتك وكيما نوعدكم ديما فيديوهات جدد ومعلومات جديدة، ونضمن لكم 100% مش كنحط القهوة في حتى بلاصة. والناس اللي راها تحل في الليشان جدد هادوكم صافي ان غون بليزير، كي تعاندو ما تحسدش، لكن كي تعاند على الأقل جيب معلومات جديدة، وإلا حاول جيب معلومات تفيد بها الناس مش معلومات تزيد عليهم بها. كان معكم مراد تاك من مكتب فيزا عنابة، تهلاو في روحكم خاوتي وإلى اللقاء.